ما زلنا في حديقة أوشن بارك للوصول يا جماعة. هاي القسم يسمونه ووتر فرونت، القسم هذا أول أول ما تدخل الحديقة. للوصول إلى القسم الثاني عن طريق الكيبل كار، شوف التلفريك، أو عن طريق القطار السريع، هني قطار من تحت الأرض. الوصول إلى الجزء الثاني من الحديقة طبعا اللي هونغ كونغ. أهم حديقتين، أنا آسف ساعة قلت هوليوود، هي ديزني لاند، حديقة ديزني لاند أو حديقة أوشن بارك، هاي أهم حديقتين في هونغ كونغ. ومن الضروري جدا إيه، خص إذا كان معاه عيال أولاد وكذا، لا يطوف هالحديقتين طبعا. روعة في ألعابهم، في كل حاجة روعة. وبعدين هذا الأكواريوم، أكواريوم مال السمك، تمر من تحت ومن بين هذا الأكواريوم، هذا كله أسماك وأنواع، جميع أنواع الأسماك. هاي عند الدخول عند النافورة الراقصة من الأكواريوم، مزرعة الباندا على اليسار، والألعاب الجزء الثاني. وين كنا؟ هناك في الجزء الثاني. أهم حديقتين في هونغ كونغ يا أخواني، أهم حديقتين اللي هي أوشن بارك وديزني لاند. أنا آسف بالغلط قلت هوليوود مساعة. هذا البالون الركوب فيه. شوفكم في لقطة ثانية إن شاء الله. على جدار الذكريات، على جدار الذكريات الموجود في أوشن بارك، سجلت اسمي للذكرى. ما كتبنا التاريخ. هاي حديقة أوشن بارك من فوق، احنا في البرج الدوار. هني بعض الحيوانات مثل الفقمة، فيها الحوض اللي تشوفونه، عرض مال الفقمة. شوفوا امتداد الحديقة، الألعاب اللي فيها، شوفوا تحت هناك. الحديقة ممتدة من كل مكان، منظر للهاربر، بس ضباب ومطر خفيف. هذا هني قطار الموت وبعض الألعاب. هاي نظرة علوية عن أوشن بارك، نظرة من فوق، حديقة ولا أروع بصراحة. حاليا في الكيبل كار او في التلفريك الى الجهة الثانية من حديقة أوشن بارك. ما قلنا لكم هذه الحديقة، انطلقنا في الكيبل كار او التلفريك. هاي أوشن بارك، نحن رايحين القسم الثاني، قسم الحيوانات. يذكرني بحيوانات البالتوك، الله لا يذكرهم بالخير. حيوانات غريبة عجيبة حين بنشوفها في القسم الثاني. هاي لقطة بسيطة، سوي ستوب، زال التلفريك يصعد. الدنيا شوية مطر على خفيف جدا. التلفريك يصعد، وصلنا تقريبا للقمة. نسوي ستوب. هذا من فوق ناخذ لقطة.
لبعض الجزر الهونغ كونغية؟ الفريق صاعد بس شوفوا لقطة من داخل الحديقة المهرج نوافير. هذا البالون ياخذكم الى فوق. هاي من داخل مثل ما قلنا لكم حديقة المحيط اوشن بارك في هونغ كونغ. شوفوا في لقطة ثانية اماكن تسوق ذكريات والعاب من الصوب هذا ومن الصوب هذا.